لا انت عارف المصيبه اللي حصلت، جابت لي هديه بمناسبه عيد جوازنا، تخيلي. طب انا مالي، هي اللي جابت الهديه مش انا. هي اللي جابت الهديه. الحقونا والله، هي اللي جابت الهديه مش انا. الحقونا. طب بتضربينا ليه؟ طيب مش هجيب ماكدونالدز خلاص، دي هديه انا كنت اجيب ماكدونالدز اجيب فيها ضرب. طب انا عايز اقول حاجه، هي بصراحه هي جابت هديه انا كنت بحبها قوي، بموت فيها الهديه دي، بسطتني خالص الهديه دي. جابت لي كاميرا كنت بحبها قوي. يا بنت اللذينة، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده انا اللي ببدا الفلوج لوحدي، مفيش حد معايا. الفلوج النهارده من نوع خاص، وهو النهارده ان انا هفاجئ محمد بهديه عيد جوازنا. يمكن الرجاله بينسوا مواعيد عيد الجواز وعيد الميلاد والحاجات دي، مش عارفة إذا كان هو ناسي ولا فاكر، بس عموما أنا بقول له من هنا كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت في حياتي، بحبك جدا، بحب ولادنا جدا، بحب حياتنا مع بعض. يا رب دايما نبقى مع بعض وما يبقاش في أي حاجة وحشة في حياتنا. أنا عارفة إن الحياة حلو ووحش، بس الحمد لله إحنا بنتقبل مع بعض الوحش قبل الحلو. بحبك قوي، كل سنة وأنت طيب، ودايما كده منور حياتي. النهاردة انا هفاجئه يا جماعة، هودي مطعم هو بيحبه، مطعم ايطالي، عازمه هناك، وبعدين هفاجئه بحاجة هو بيحبها جدا، هو كان نفسه يجيبها، بس طبعا ايه يعني كان عامل لها بلان بقى وبتاع، فانا كسرت كل حاجة وجبت له الجو برو 9. هو كان نفسه يجيبها عشان قبله بتجنن، فانا بقى قلت فكرت اجيب له هديه ايه، فما لقيتش اجمل من دي هديه ان انا اجيبها له. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وعقبال مليون سنه. انا وصلت دلوقتي المكان، هتصل بيه دلوقتي اقول له يجي لي على المكان اللي انا فيه. طبعا انا عارفه ايه هو الاكل اللي بيحبه، فانا اوريدي هطلبه. المهم قبل كل حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يشوفوا كل فيديوهاتنا. احنا بنحبكم جدا، وانتم فعلا عيلتنا الكبيره، وبنحب دايما نبقى معاكم. ما تزعلوش مننا لو طولنا عليكم ان احنا ما بننزلش فيديوهات كبيره، وده يعني غصب عننا، كان عندنا ظروف، وبعدها يعني الشغل كان واخدنا شويه، يعني حاجات كتير، مذاكره واولاد. ما تزعلوش مننا لو احنا اتاخرنا عليكم، بس نوعدكم ان شاء الله ان احنا الفتره الجايه هنكثف جهودنا شويه في موضوع الفيديوهات. هنزل لكم فيديوهات على طول، هنبعت لكم روتيننا، هتشوفوا روتيناتنا على طول، هتشوفوا ايامنا ماشيه ازاي، حياتنا ماشيه ازاي، عشان انتوا بتحبونا واحنا بنحبكم. اوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان كل فيديو ننزله تشوفوه. بحبكم قوي. المفروض دلوقتي ان انا هتصل بيه بالتليفون وهكلمه، وهو عارف ان انا المفروض بيه، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له لا انا مش هرجع، رايحه المول وتعالي لي على هناك، وبعدين نبقى نروح سوا، لاني انا مش معرفه اي حاجه، اي حاجه هو هيتفاجئ. عايزين يكلمني اشوفكم معايا. ها انا مدينه مديه. الو مين؟ محمد. ازاي عامل ايه حبيبي؟ الحمد لله. لا لسه مخلصه شغل، بس انا مش هروح البيت، انا عايزك تجي لي على 360. يعني هعمل حاجات كده هناك وعايزك تجي لي، وبعد ما اروح سوا. اوكي، عشان هشتري حاجه وبعدين اروح سوا. لا رد في البيت ماشي. وحسن ماشي ماشي حبيبي. ما يعرفش اي حاجه، انا هفاجئه. طبعا هو بيحب، بس انا بحب المطعم الصيني، فانا طلبت من المطعم الاكل الايطالي ليه هو، والاكل الصيني دلوقتي. يا جماعه هما جابوا لي اهم حاجه العصير، وانا بحب عصير البرتقال قوي، مع بال ما هو يجي. ثواني يا جماعه ارد عليه، هو بيتصل عليا. ايوه يا محمد. انا فوق في 360، فوق عند سلكت، هتلاقيني قاعده مستنياك. مع بال ما نقعد شويه، وانت ما اتغديتش صح؟ طيب نتغدى وبعدين انزل اجيب الحاجه وبعدين نروح. يلا طالع يا جماعه دلوقتي. انا متحمسه جدا جدا ان هو يشوف الهديه، وعايزه رد فعله ان يشوف الهديه، وعايزه
اشوف رد فعله اذا كان كان فاكر عيد جوازنا ولا ناسي. وكمان الهديه دي انا اتمنى انها تعجبه لان هو فعلا كان عايز يعني انتوا عارفين ان احنا فتحوا مطار ونزلنا مصر هتنفعنا جدا في البلوجات بقى لو بنروح حمام سباحه يعني الجوبرو يعني ليها تصوير ليها حاجات معينه في التصوير وفي حاجات مفروض بالجوبرو. هو كان عنده هو عنده جوبرو 6 بس كلفش طبعا يعني في الليتست لان انتوا عارفين ان الحاجات الحاجات معدات التصوير بشكل عام لازم دايما من وقت للتاني بتعمل لها يعني ابجريد كده ان انت تعدلها وتحدثها لان كل مدى بيطلع حاجات جديده. فهو طبعا كان محتاج الجوبرو دي وكان نفسه فيها جدا بقاله فتره بيتكلم بيقول انا هعمل بلان عشان اجيبها. فقعدت افكر بدل ما اجيب هديه ملهاش لازمه لازم دايما لما الواحد يجي يهادي انسان بيحبه لازم دايما يفكر ايه الحاجه اللي هو محتاجها ويجيبها له بدل ما يجيب له حاجه ملهاش لازمه ما تفيدهوش. يعني يا رب الهديه تعجبك يا حبيبي. ويا جماعه هو دلوقتي المفروض ان هو طالع وجاي ومن ورايا هيجي الاسانسير ورايا هيجي دلوقتي من ورايا شوفوا هو جاي بعمل ازيكم عاملين ايه وحشتوني. انا قلت بقى قاعده لوحدي بس ايه يعني اللي طلب معاكي مره واحده كده تتصلي بيا عشان اجي لك. طب اقعد بس وانا اقول لك الموضوع يعني مهم قوي كده. طلب لك الاكل اللي بتحبه كمان. بص يا جماعه الايطالي اللي هو بيحبه وانا بحب التشاينيز فود هاكل عصايا. انا بحب جدا التشاينيز لا بس يعني انت جاهزه والاكل جاهز استنى قبل ما تاكل ايه هو النهارده انا جعان. طيب ناكل وبعدين نتكلم ثانيه واحده ايه طيب طب ادوق طيب خليك رومانسي لخمس دقايق. طب ايه النهارده ما بفكركش باي حاجه. النهارده كام اصلا؟ النهارده 16 ما بفكركش باي حاجه. مفيش يعني حاجه معينه يعني مفيش ثوره مفيش حرب في اليوم اللي زي ده. ممكن يكون ايه ممكن حاجه ايه مثلا حصلت يوم عيد ميلاد مثلا يعني في عيد ميلاد عندنا يوم 16. طب ايه يا جماعه ايه حد يقول لي ايه طيب ايه تاني ايه تاني التواريخ اللي انا اعرفها تاريخ وتاريخ 73 طب حرب بس ده اللي اعرفه. طب 16 ده يعني 16 كل طلعنا رحلة يعني مثلا يعني لا. طب اليوم ده كلنا فرحنا بيه كان يوم كده يعني يعني كان يوم مهم في حياتنا. ايه طيب يعني ممكن يعني ممكن طلعنا اكلنا في مطعم مثلا هتتقطع يا خلف النهارده. طب خلاص عشان ما اعذبكيش كل سنه وانت طيبه النهارده عيد جوازنا انا عارف يا رومانسي يا جماعه. طب استنى طب اكل بقى طيب لا استنى أكل؟ في حاجه قبل اكل غمض عينك الاول غمض عينك غمض عيني فتحها لا 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 ما تقوليش بقى ما تقوليش يا نهار ابيض ايه رايك يا نهار ابيض يا نهار ابيض دي اللي كان نفسي فيها. شوف لو مش هي لوحدها كمان ده انا جايب لك الهاوس اللي بتاعها يا نهار ابيض كمان ايوه لا 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 كده كتير بس انت طيب يا احلى مفاجاه والله يا احلى مفاجاه يا جماعه دي الجوبرو اللي انا كنت عايز اجيبها. انا كان عندي إيه واحده انا بقى يا جماعه كان عندي واحده قديمه شويه بس انا كنت عايز اجيب الجديده وكنت يعني بستعد ان انا اجيبها بس هي سبقتني يعني خلاص. عموما تسلم ايديكي وربنا يخليكي ليا. هديه جميله ويمكن الهديه مش في قيمتها الهديه في معناها ودي معناها حلو قوي عندي. فكل سنه طيبه وربنا يخليكي ليا كده حبيبي. يلا سيبه ياكل بقى يا جماعه عشان حرام. طب ناكل بقى ولا ايه؟ كل
طب انا هفرجكم على الكاميرا بس بعد الاكل، خلينا ناكل وبعد كده نتفرج على الكاميرا. بص يا جماعه، بعد الهديه الحلوه اللي هي اديتها لي بمناسبه عيد جوازنا، واحنا كنا اساسا او هي كانت مسربه رانسي علشان نقعد لوحدنا شويه، دلوقتي احنا عدينا على رانسي وهناخدها معانا علشان نروح وعشان نشتغل بقى، نفتح الهديه كده ونبص عليها ونشوف الكاميرا وندلعها يعني. فرانسي هي رنوسه جت رنوسه رنوسه رانسي. رانسي رنوسه رنوسه. لا لا، ازيك يا رانسي؟ ازيك؟ عاملين ايه؟ حشتوني جدا جدا جدا. رانسي تتعورة في ايدك؟ رانسي تعورت من الكابتن. لا لا لا، الكابتن كازاي من الكابتن يا دي ورده ورده. رانسي ايه اللي في ايديك ده يا رانسي؟ ورينا كده ايه ده اللي في ايديك؟ تاتو. لا نور نور كده وريني. الله، ايه الحلاوه دي؟ يا جماله يا جماله، ايه ده؟ عايزه ماكدونالدز؟ ها؟ تيجي نروح نجيب ماكدونالدز؟ اوكي يلا هنروح نجيب لها ماكدونالدز. يلا بينا. لا لايف، انا عايزه اطلع لايف. عايزه تطلعي لايف؟ لايف على ايه؟ على التيك توك. على التيك توك؟ بس ما تقولوش هنقفل دلوقتي ونطلع على اليوتيوب وعلى الانستجرام. ما انت عايزه ايه؟ تطلعي بس على التيك توك؟ طيب. اتفقنا. انتوا كنتوا فين؟ يعني ايه كنا فين؟ احنا جينا ناخدك اهو. لا انتوا كنتوا فين؟ كنا في مشوار. انا شايفه كيس، رحت عند المطعم صح؟ انا انت عرفتي ازاي؟ اصل انا عايزه اقول لك حاجه، اصل النهارده عيد جوازنا انا وبابي، فانا كنت عازماه علشان بمناسبه عيد جوازنا. يعني ينفع؟ انا مخرجه جدا. رانسي بتغير يا جماعه. يا رانسي خلاص خلاص. لا لا، انت عارفه المصيبه اللي حصلت؟ جابت لي هديه بمناسبه عيد جوازنا، تخيلي. طب انا مالي؟ هي اللي جابت الهديه مش انا. هي اللي جابت الهديه. والله هي اللي جابت الهديه مش انا. طب بتضربينا ليه طيب؟ مش هجيب ماكدونالدز خلاص. دي هديه انا كنت اجيب ماكدونالدز. طب اجيب فيها ضرب. انت طب انا عايز اقول حاجه، هي بصراحه هي جابت هديه انا كنت بحبها قوي بموت فيها، الهديه دي بسطتني خالص. الهديه دي جابت لي كاميرا كنت بحبها قوي. يا بنت اللذينه، ده اللي انا كنت بحبه.